السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة طبخة ومعلومة مع أمي تسنيم. القصة بتاعت النهاردة يا جماعة قصة واحدة ست اسمها سماح، متجوزة متجوزة يعني ومخلفة بنت اسمها منة، وقاعدين في شقة معينة هي وجوزها. يعني في يوم من الأيام يا جماعة كانوا نايمين زي أي حد، يعني في ليلة شتاء. يعني سماح سمعت صوت حد في الصالة والباب اتفتح، راحت مصحية جوزها بتقول له قوم بسرعة في حد، ايه شكله كده فتح الباب بتاع الشقة، قوم بص شوف مين اللي ايه فتح باب الشقة. راح الراجل طبعا قام بالراحة كده بقى بيتسحب وخرج على بره، وهي كانت خايفة مستخبية جوه مش عايزة تقوم. راحت على فجأة يا جماعة خرج، فسمعت صوت دبة كده اكن حد وقع على الارض، وفعلا الباب مفتوح وحد بيجري وطالع يجري بره الشقه. جريت جريت يا جماعه، بتبص لقيت ايه؟ لقيت جوزها متكوم في الصاله مضروب في بطنه طعنتين جامدين قوي في بطنه بالسكينه، وحد كان شكله كسر باب الشقه وداخل يسرق يعني، وطلع يجري اول ما شافها. طبعا سماح بتقول لك انا ما قدرتش اتلم على جسمي، وبقيت عماله اصوت والجيران جات كله اتلم عليها، وعملت الاجراءات اللازمه وبلغت، وخدوا الجثه على المشرحه عشان يشوفوا، عشان دي طبعا يا جماعه جريمه. وراحت خلصت الاوراق كلها، كان حرامي يا جماعه كسر الشقه وداخل، فلما لقى جوزها شافه راح قتله بالسكينه في بطنه، فمسافه ما راح المستشفى يا جماعه مات على طول، ما خدش وقت يعني وتوفى. راحت وخلصت الاوراق وكان معاها اهلها وراحوا عشان يدفنوا الجثه، واتشرحت واتغسلت هناك في المشرحه وودوها المقابر ودفنوها. طبعا هي بعد الموضوع ده ما حصل ما كانش ينفع ترجع البيت، ترجع الشقه تعيش لوحديها، راحت قالت اقعد يومين عند والدتي وبعد كده ارجع تاني. قعدت هناك يا جماعه كام اسبوع، بعد الاسبوع روحت الشقه طبعا عشان تنظف المكان، طبعا كان في دم في الارض في الصاله، روحت لقيت الدم بقى لازق في الارض ومجلط، وقعدت بقت عماله تنظف طبعا وهي منهاره، وبقت كل شويه تفتكر جوزها واللي حصل ومش عارف ايه. بس هي ما ينفعش تقعد عند والدتها لان مكان الشغل بتاعها قريب من شقتها، والمدارس بتاعت المدرسه بتاعت بنتها برضو قريبه من ايه من الشقه بتاعتها، فقالت هنظف واقعد وكده في الشقه انا وبنتي. اول يوم نمت فيه بقت سمعت صوت في الصاله يا جماعه، خرجت ما لقيتش حد، شمت البرفان بتاع جوزها اللي هو كان بيحطه، دي اول حاجه. تاني يوم يا جماعه برضو كانت بتعمل اكل في المطبخ، وخارجه من المطبخ لقت درفه الدولاب بتاع جوزها مفتوحه، وفي طقم من اللي هو هيلبسهم مطلعه وحطه على الكرسي، زي كل مره ما كان بيجي من الشغل بيخش ياخد دش ويطلع طقم. طبعا قالت ده يكون في حرامي ولا حاجه، دورت في الشقه يمين ولا شمال ما لقيتش حد. راحت قافله الدولاب وقعدت تفكر بينها وبين نفسها، هو في ايه اللي حصل، الموضوع ده في ايه، مش فاهماه. بقت كانت بتنام في الاوضه اللي هي وبنتها، فما كانت بتفتكر جوزها وكده واللي حصل، كانت بتقعد تبكي بصوت عالي، فبنتها كانت بتصحى من كتر البكا بتاعها. فقالت لها بصي يا منى نامي انت في اوضتك وانا هنام ايه مع نفسي لوحدي في اوضتي. منى قالت لها ماشي يا ماما. جت في يوم بنتها داخله عليها بتقول لها يا ماما انا مش هينفع انام في الاوضه تاني لوحدي. قالت لها ليه يا منى؟ قالت لها بابا مش راضي يسيبني. قالت لها ايه؟ بابا مات يا حبيبتي. قالت لها لا بابا بيجي وبيغطيني، واقول له انا مش عايزه اتغطى الجو حر بيغطيني تاني، وبيقول لي لا لازم انت تغطي. طبعا الست سمعت كده ركابها قعدت تخبط في بعضيها، ده انا دفناه، ده الراجل مات، اللي حصل ده مين ده، انا مش فاهمه. راحت واخده بنتها وراحت قالت لوالدتها، والدتها قالت لها اقعدي عندي كام يوم لغايه ما نشوف حكايه في الموضوع ده. قعدت عند والدتها كام يوم يا جماعه، لقت جارتها بتتصل بيها وبتقول لها هو انت في الشقه؟ قالت لها لا انا عند والدتي. قالت لها لا انت في الشقه، انت فاتحه الشفاط بتاع المطبخ وبتقلي بطاطس جوه وبتعملي اكل، وكنا سامعين صوت الحمام اكن في حد بياخد دوش. راحت ردت قالت لها والله انا بايته عند والدتي من امبارح، ليكون في حد في الشقه؟ جات وجابت اخواتها وكده، وفعلا كان اكن في حد كان مولع البوتاجاز، واكن كان في حد لسه واخد دش في الحمام، والطقم الداخلي بتاع جوزها يا جماعه في الحمام. طبعا هي لما كل حاجات جوزها، وقبل ما تمشي بتقول انا قافله النور وقافله البوتاجاز، مين عمل كده ولا مين فتح الميه ولا مين عمل الحاجات دي؟
طبعا اخواتها دوروا يمين وشمال بيقولوا يمكن حرامي ولا حد، دوروا في كل حتة ودوروا فوق وتحت وفي العمارة وفي الشقة، ما فيش حد غريب دخل ولا خرج. هي بتلاقي هدوم جوزها محطوطة كل شوية، تلاقي الدولاب بتاع جوزها مفتوح، والحاجات اللي الجيران سمعتها. طبعا خافت ومشيت عند والدتها تاني مع اخواتها، قالوا لها ما ينفعش تقعدي في البيت لا يكون حد ولا حاجه. مشيت لقيت الجيران، مش جارتها دي بس اللي بتتصل بيها، كذا جاره بتقول لها في اصوات طالعه من شقتك، اكني في حد عايش جوه ومشغل التلفزيون ومشغل الموبايل وبيستحمى وبيغير وبيعمل اكل، انتي ازاي مين جوه ومين بيعمل كده؟ طبعا الست برضو دي كام مره يا جماعه يحصل لها الموضوع ده وتسمع الموضوع ده من حد من الجيران. المره دي يعني مش واحده بس اللي كلمتها، ده الجيران كلهم اللي في العماره قالوا لها شوفي حل في شقتك دي اللي بنسمع فيها الاصوات دي وانت ما بتبقيش موجوده. طبعا البنت خافت وترعبت وراحت مكلمه والدتها واخواتها الصبيان. اخواتها الصبيان يا جماعه قعدوا مع حد معين وقال لهم لازم يكون، لازم يجي شيخ يقرا في الشقه ويشوف الشقه دي فيها ايه، بس ما تكونش اختك موجوده في البيت. خدوا اختهم يا جماعه وراحت عند والدتها عشان ما تحضرش القعده دي يعني. فعلا الشيخ قعد يقرا يا جماعه، يقرا قران، كل ما كان يقرا قران بصوت عالي يا جماعه كانوا بيسمعوا حاجات في المطبخ بتترمي، المواعين في المطبخ بتترمي، كان ملابس جوزها بتطلع من الدولاب وتترمي في الارض، كان الدولاب بيتفتح ويتقفل، كان اصوات اكن في زلزال في الشقه. كل ما الراجل بتاع اللي هو الشيخ ده بيقرأ القرآن ويعلي صوته يا جماعة كان بيحصل كده في البيت في الشقة، أصوات غريبة وترزيع وهدوم بتترمي والدش بيتفتح، الحنفيات بتتفتح، البوتاجاز بيشتغل، العيون بتاعته كلها اشتغلت مرة واحدة. طبعا الشيخ قرأ، وبعد ما قرأ يا جماعة مسك اخواتها وقال لهم المفاجأة، قال لهم ان روح زوجها في الشقة مش عايزة تسيب الشقة، روحه موجودة لأن هو اتقتل في الشقة، وده موضوع طبيعي لما حد بيتقتل في مكان معين بتفضل الروح ماسكة في الشقة فترة يعني. قالوا له ايه الحل؟ قال لهم الحل ان انتوا تشغلوا قرآن ومحدش ينفع يخش الشقة دي يعيش مع يعيش فيها تاني خلاص يعني. طبعا هي سمعت كده هتعمل ايه، هي حتى مشاركة القصة دي عشان تقول للناس انا اعمل ايه، وانا مشاركه القصه دي معاكم يا جماعه عشان تقولوا لها هي تعمل ايه. الشقه اتقفلت على كده، والقران يا جماعه الجيران بيقول لك ان احنا بنسمع القران بيطفي ويشتغل، بيطفي ويشتغل، والصوت بيعلى مره واحده ويوطى مره واحده، وبالليل بالذات وهم نايمين بيسمعوا القران عالي قوي وبعد كده يطفي. فمش عارفين حل في الشقه دي الجيران، وهي نفسها مش عارفه حل في الموضوع ده. لو انت عندكم حل يا جماعه قولوا لنا في التعليقات. يا رب الفيديو يعجبكم، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق كويس في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.